القيمة بتاعها. لأن في السمبل كابيتال ستراكشر زي ما تو قلنا إنه مش معناتها بس كمان ستوك موجود في هيكل رأس مال الشركة، ولكن في بريفيرد ستوكس. لكن في حالة بريفيرد لازم نتأكد مرة تالتة إنه لازم تكون مش كونفيرتبل، لأنه إذا كانت كونفيرتبل يبقى بنتكلم على كومبلكس كابيتال ستراكشر. فاللي ظاهرة أمامكم هذه هي بريفيرد ستوكس عادية، عشان كده لازلنا بنتكلم على سمبل كابيتال ستراكشر. الآن ليش بتكلم على البريفيرد ستوك ديفيدنس في المرحلة هذه؟ لأنه إحنا زي ما تو حكينا إحنا بنحسب الـ EPS للكومون ستوكس أونلي، ما بنحسبهاش للبريفيرد ستوكس. عشان كده كان لازم نعرف قديش حجم توزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الممتازة عشان نستبعدها من صافي الدخل، وعشان وصولا إلى حساب الـ EPS for common stocks. فتعال نشوف المعادلة إيش بتقول. الـ EPS للـ common stock إيش بيساوي؟ net income ناقص preferred dividend، صافي الدخل ناقص توزيعات الأسهم الممتازة، مقسومة على الـ weighted average number of shares outstanding، مقسومة على عدد الأسهم العادية المرجح التي تكون عادة في التداول. الآن ليش احنا بنقول net income ناقص preferred dividends؟ عشان نطلع net income available to common stocks، لانه كان لازم نحسب صافي الدخل المتاح لحملة الاسهم العادية، لانه قلنا الـ EPS في الغالب الشركات تحسبه بس للاسهم العادية. فوصولا لحاجة اسمها available net income for common stockholders، يبقى كان لازم نطرح من net income preferred dividends، لازم نستبعد توزيعات الأسهم الممتازة من صافي الدخل عشان نصل لحاجة اسمها net income available to common stock holders. طب هذا كان البسط. طب بالنسبة للمقام، ايش المقصود بال weighted average number of shares؟ ال weighted number of weighted average number of shares يعني هذا المقصود فيه عدد الأسهم المرجح التي تكون في التداول. طب ايش المقصود بالترجيح؟ طب هذا كان بالنسبة للبسط. طب تعال نشوف بالنسبة للمقام. المقام كان عندنا الـ weighted average number of shares. طب ايش المقصود بعدد الأسهم المرجح في التداول؟ قال انه الشركات عادة يعني تصدر اكثر من اصدار الأسهم خلال السنة المالية، عشان كده بيكون في فترات بيكون عدد الأسهم فيها خلال السنة بيتغير اكثر من مرة، فكان ضروري نحسب او نعمل weighing، نعمل ترجيح للشيرز باي فراكشن اوف ذا بيريود، بكسر السنه اللي كانوا هذا العدد من الاسهم كانوا في التداول. لان في ملاحظه مهمه هنا لازم ناخذ بالنا منها، انه في الستوك ديفيدنس والستوك سبليت لازم مطلوب منا نعمل ريستيتنج للشيرز اوت ستاندينج بيفور، قبل ما نعمل ستوك ديفيدنس ونعمل ستوك سبليت. بمعنى اذا كان في عندي ستوك ديفيدنس في تاريخ معين، فكل الاسهم والتغيرات اللي حصلت خلال قبل عمل الستوك ديفيدنس كان لازم اعملها ريستيتنج، بمعنى انه انا ازودها بقيمه الستوك ديفيدنس اللي حصلت. نفس الكلام لو كنا بنتكلم عن تجزئه اسهم، في حاله تجزئه الاسهم لازم نغير ونعمل ريستيتنج لعدد الاسهم في التداول قبل ما عملنا الستوك سبليت في الفترات كلها اللي حصل فيها تغيير على عدد الاسهم.